رأي حضرتك إيه في تكريم محمود حميدة؟ بصوا طبعا هو اكيد الفنان محمود حميده بيستحق التكريم، بس عشان اكون صريح احنا بنحاول نتكلم بصراحه كده وبهدوء. هو في الفتره اللي فاتت دي بقى في التكريم الموضه، يعني اللي هو ان نفس النجم يتكرم كذا مره. فالفنان محمود حميده اتكرم في بدايه شهر سبتمبر من مهرجان المسرح التجريبي، واتكرم في بدايه شهر اكتوبر من مهرجان وهران، واتكرم دلوقتي من مهرجان الجونه، وهيتكرم كمان اسبوعين او كام يوم من مهرجان في نيويورك. فاعتقد انه يعني كان يفضل انه دايما يكون الفنان بقاله فتره ما بيظهرش عشان التكريم يبقى ياخد الصدى، لكن برضه ما بنلومش قوي لانه عدد معظم الفنانين اتكرموا، دي برضه بتبقى مشكله. وما عندناش احنا فكره اكرم ممثل كبير بس مش نجم للاسف، يعني ما عندناش، غير طبعا النجوم اللي بيرفضوا التكريم زي انعام سلوسة وزي عبلة كامل، يعني في ممثلين المهرجانات عايزه تكرمهم بس هم اللي ممتنعين، فده كله بيخلي اداره المهرجان قدام خيارات قليله يعني. والان يستحق جائزه الانجاز الابداعي الفنان الكبير محمود حميده. الله يصبر بقى. شكرا جزيلا. لما سمعت ان في مهرجان هيعملوه اسمه الجونه على البحر الاحمر، وانا كان الحلم بتاعي ان انا اعمل مدينه مهرجانات بس مش هنا في مرسى علم، لكن ما تمش، على البحر الاحمر برضو، فانا سعادتي مضاعفه جدا 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 بوجودي النهارده والتكريم اللي انا بحصل عليه من المهرجان اللي اسمه مهرجان الجونه السينمائي، الذي اتمنى له الدوام وانه ما يوقفش ابدا ان شاء الله.